ليس بعيداً عن رمز طهران الأشهر برج ميلاد، عشوائيات بعيدة عن الأنظار. هنا وفي أماكن مماثلة في أنحاء البلاد يقطن ربع الإيرانيين حسب إحصاءات رسمية. قسوة يبحثون وسطها عن فرح في أماكن يعز الفرح فيها. هنا وضع يفضح مشكلات إدارة المدينة وصعوبات العيش في المدن الكبرى. أفشين يجمع ما يمكن تدويره من القمامة لإعانة عائلته. هنا تحت أحد شرايين طهران السريعة سألته عن ملاصقة العشوائيات لأحد مناطق طهران الراقية. من خلال عملي أعرف كيف يعيش هؤلاء وأولئك. التفاوت كبير جدا، كما أن المشكلات كثيرة داخل العشوائيات. حول طهران ووسطها أماكن عديدة منسية أو عشوائية. المبادرات الشعبية والجهود الرسمية لم تفلح في تحسين واقع الحال. هنا تجربة باسم الأزقة الملونة، لكن ما يخفى خلف هذه الألوان الزاهية أعظم. أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة تعكس أزمة تتفاقم يوما بعد آخر. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والجفاف في مناطق إيرانية مختلفة عوامل زادت من العشوائيات التي تسببت بأزمات كبيرة للمدن الكبرى. خطر كبير يتهدد هذه المناطق. الهجرة إلى المدن الكبرى وازدياد الكثافة السكانية، كل هذا جعل آمال سكان هذه المناطق مجرد أحلام تطير في الهواء. حظيت بعض هذه المناطق المنسية في العاصمة الإيرانية بعمليات جراحة تجميلية ولم تحظى مناطق أخرى، لكن بعيدا عن الشكل الظاهري فإن هذه المناطق تشكل معيارا أساسيا يكشف حجم مشكلات التفاوت الطبقي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أنها تشكل تحديا أساسيا في معيار هندسة المدن. حازم كلاس، العربي، طهران.